شومر رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يدلي بكلمة الآن. نحن لم نستسلم ونتخلى عن أمريكا. دونالد ترامب أثر على ديمقراطيتنا وأساء لسمعتها وكان يريد تدميرها، ولكن كما أظهرت الانتخابات فإن الشعب الأمريكي لم يفقد إيمانه بها، والآن دونالد ترامب يمكنه أن يذهب إلى بيته. إن أمتنا تواجه أزمة غير مسبوقة أمامنا، وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وأكبر أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية منذ حوالي 100 عام. لم يقم دونالد ترامب بأي شيء، والآن تحت رئاسة جو بايدن فإن لدينا أملا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا أمل وترجيح بأنه سوف يعالجها، وأن أمريكا ستقف على قدميها مرة أخرى، وسوف نقوم بكل الأشياء التي نريد القيام بها. أريد أن أقول لدونالد ترامب: خسرت، لا حاجة للمزيد من الألاعيب، عد إلى بيتك، عد إلى فلوريدا، توقف عن الكذب وتوقف عن الاتهامات في الانتخابات. لقد كانت انتخابات نزيهة، لا يوجد أي أخطاء، لقد خسرت خسارة بائنة، والآن على أمريكا أن تنساك وتنطلق وتتابع القيام بالأشياء التي تحتاجها هذه البلاد لتقف على قدميها. كنت موجودا في مواقع مختلفة في بروكلين ومنهاتن، قابلت أناسا في مختلف المناطق من مختلف مشارب البلاد، كانوا كلهم سعيدين جدا بما حصل، واتصلت بالرئيس المنتخب بايدن لتهنئته، وكان على جوالي، وقد فتحت له الاتصال من نافذتي لكي يسمع الناس يهتفون فرحا بانتصاره. كما قلت لكم، انتهى هذا الليل الطويل الأسود في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء الفجر، والآن سوف نعمل على كسب مجلس الشيوخ وكسب المقعدين في جورجيا، وسوف نساعد الأمريكيين للحصول على الأشياء التي يحق لهم الحصول عليها ولم يحصلوا عليها لوقت طويل. لقد فاز جو بايدن فوزا واضحا، والآن حان الوقت لمساعدة الأمريكيين، أمريكا، العائلات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، فعندنا مشاكل كثيرة تواجهنا، لكن اليوم يوم يعيد لنا إيماننا بالشعب الأمريكي وإيماننا بالديمقراطية. وشكرا للرب بأننا لن يكون عندنا 4 سنوات أخرى تحت ظل الرئيس دونالد ترامب الأوتوقراطي الذي لا يهتم بنا ولا يكترث. حسنا، يسرني أن أسمع أسئلتكم على هذا الموضوع إذا كان عندكم أسئلة، وإذا لم تساوركم أي أسئلة. انتظرنا وقتا طويلا، سهرت ليلا لأشاهد التلفاز، كنت أنتظر أن يعلن جو بايدن، ثم ذهبت إلى سريري لأنام، وكنت آمل أن الإعلان سيكون اليوم، والآن كنت على الجوال وسمعت أن الشاشات التلفزة تعلن أنه فاز على دونالد ترامب، وصرخت صرخة للفرح، وكانت لحظة رائعة جدا عندما فتحت نافذتي في بروكلين، وكنت أستطيع أن أرى الهتاف والفرح من مكان لآخر. إن الولايات المتحدة الأمريكية فرحة جدا بهذا. انظري، دونالد ترامب يحاول أن يلعب كل لعبة وخدعة في كتابه، ولكن نريد أن نقول له بأن يتوقف عن العبث وأنه خسر. والآن نرى بأن الشعب وقف ضد ترامب ووقف ضد مزاعمه بأن هذه الانتخابات ليست نزيهة. لدينا من يعمل على هذا الأمر، ولدينا العديد من المحامين الذين يعملون على هذا الأمر. إن بالنسبة للمساعدة في جورجيا يمكن أن تكونوا على الجوال، هاتف الجوال، وترسلوا إسهاماتكم القليلة. إن
نحن سوف ننتصر على عدونا. شكرا جزيلا لكم. اذهبوا إلى أماكن أخرى كثيرة لتحتفلوا بها مع الشعب.